شوف بلادي يدعوكم لاكتشاف 20 موقع سياحي بجهة الدخلة والذهب. سيدنا مرحبا بكم معنا في الجهه ديال الداخله والذهب. اليوم غادي نساريكم على مدينه الداخله، غادي نوريكم شنو تقدروا تزوروا منين واشنو تقدروا تتقداو. ملي تجيو لمدينه الداخله عندكم بزاف ديال الاماكن اللي تقدروا تساروا فيهم على رجليكم، بحال بعض المعالم التاريخيه والعصريه ديال المدينه. وما بين هاد المعالم كنصحكم تمشيو تزوروا المتحف الصغير للمغرب الصحراوي باش تعرفوا عن قرب على الهوية الصحراوية من خلال مجموعة من القطع التشكيلية وبعض الصناعات التقليدية المتنوعة. ومن تاليو المتحف كملوا طريقكم في اتجاه لاكورنيش وتمشوا على طول لالاكيل. ملي تكونوا كتساراو في لاكورنيش عندكم قهوات بجنب لا لاغون فين تقدروا تجلسوا تمتعوا بهذا المنظر الخضير. وفي الاخر ديال النهار ديالكم ما تنساوش تدوزوا للسوق فين كاينين بزاف ديال المحلات اللي تقدروا تقضوا بعض المنتوجات المحليه. من الحوايج اللي خاصكم تشريو ملي تجيو للداخله المنحفه الصحراويه، والاثمنه ديالها كتبدا من 60 درهم وكيبيعوها باشكال والوان مختلفه. كيف جيتكم؟ صحراويه ولا لا؟ من غير الملاحف على طول السوق عندكم بزاف ديال المحلات كيبيعوا كل ما تشهد خاطركم، واللي ما شرى يتنزه. رحلتنا اليوم وصلت نهايتها، وغدا كتسناكم مغامره جديده ودائما في الجهه ديال الدخله والذهب. خليتكم على خير.